ينضم معنا لمزيد من التفاصيل عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان الدكتور أيمن العاني المتحدث باسم قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين. دكتور أيمن، بداية مرحبا بك. في إطار ندوتكم اليوم، ما هو الإرهاب الحقيقي الذي يهدد العراق اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخي والمشاهدين الكرام. حقيقة الإرهاب الحقيقي الذي يتهدد حياة العراقيين هو الإرهاب الممنهج، هو الإرهاب المنظم، هو الإرهاب المستتر وراء الحكومة الذي يتقمص قميصا رسميا، وحقيقة هو في الغالب يكون صعب التمييز، ولكن لشيوع ثقافة الإفلات من العقاب في العراق أصبح الجنات لا يأبهون لذلك ويوثقون على أنفسهم الجرائم التي يرتكبونها بحق المدنيين في العراق دون أي رادع ودون أي حساب فضلا عن العقاب. لماذا تحول العراق بالأساس إلى دولة ميليشيات؟ أخي الكريم، هذه حقيقة منذ الاحتلال ومجيء القوات الأمريكية دأبت هذه السلطة، وسلطة الحاكم بريمر سيء الصيت، دأبت على حل الجيش العراقي وجميع الأجهزة الحكومية المعنية بالأمن وضبط النظام في العراق، واستبدالها حقيقة بنواة لقوات جديدة أصلها من الميليشيات التي كانت متواجدة في إيران والتي لا تزال حقيقة هي على أرض الواقع، وهي المتصدرة للمشهد العراقي منذ 2003 وحتى اليوم. لماذا إذن يراد إبقاء العراق على ما هو عليه؟ أخي، هذه الفوضى وهذا الرهاب الحكومي الذي يعيشه العراقيون يراد له أن يبقى، يراد لها أن تستمر هذه الحالة من أجل حقيقة تحقيق المخططات والبرامج الخارجية التي يراد تنفيذها من خلال الهيمنة على العراق وعلى دول عربية أخرى. وبات معروفا الدور الإيراني في المنطقة والمخطط التوسعي لطهران التي تحتاج إلى المزيد من التوسع والهيمنة في المنطقة شيئا فشيئا. العبادي دكتور أيمن، يعني وعد مرارا الولايات المتحدة بحل هذه الميليشيات بعد القضاء على تنظيم الدولة، لماذا برأيكم يعني يتم تأخير هذه الخطوة؟ أخي الكريم، قرار حل الميليشيات من عدمه حقيقة هذا القرار ليس بيد السيد العبادي ولا بيد غيره في العراق. هذا القرار منوط بالحكومة في طهران ومن يمثلها على الأرض في العراق، وهو المدعو قاسم سليماني، وهؤلاء هم القادة المسيطرون حقيقة على الساحة السياسية والعسكرية، هم مسيطرون على الساحة العسكرية ويمهدون للسيطرة الكاملة على الساحة السياسية أيضا. طيب، كيف يمكن للحكومة أن تسمح للميليشيات أن تقوض وتعطل عمل السلطة القضائية في العراق؟ نعود هنا أخي إلى دور الحكومة وإلى العجز الحكومي في أحسن الأحوال. إن أحسننا الظن في الموضوع فهنالك عجز حكومي تجاه التصدي لهذه الحالة، وبالنتيجة أصبحت الميليشيات أكبر قوة متواجدة في العراق، ومع ذلك حقيقة هي بالمجمل تسعى إلى إدامة الفوضى، إلى إدامة تقويض المنظومة القضائية، إلى استمرار هيمنة السلطة التنفيذية على منظومة العدالة في العراق. ما يجري من انتهاكات دكتور أيمن، يعني انتهاكات سواء ميليشياوية أو من القوات الحكومية، يعني كلها تجري على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، إلى أي مدى المجتمع الدولي شريك فيما يجري؟ أخي، مع الأسف الشديد حقيقة المجتمع الدولي
شريك أصيل في هذه، يعني شريك أساس، شريك رئيس فيما يجري في العراق، فهو يقدم الدعم ويقدم التسليح ويقدم التسويق لهذه الميليشيات التي عدد كبير منها حقيقة مصنف عالميا ضمن لائحة الإرهاب، ضمن قوائم العار التابعة للأمم المتحدة، ومع ذلك يتم التغاضي ويتم تجاهل الأدلة الكثيرة التي تثبت ارتكاب هذه الميليشيات لجرائم بحق المدنيين في العراق، وبحجج واهية، بحجج لا تنطلي على أحد، وبالنتيجة هذا هو الحال الواقع في العراق اليوم. من العاصمة الأردنية عمان الدكتور أيمن العاني المتحدث باسم قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، شكرا جزيلا لك.